أصدقائي وحبايبي، مساء الخير، الله يسعد مساكم جميعا. هذا مش راح تصدقوا أنتوا يا جماعة، إحنا الآن في منطقة جميلة ورائعة جدا من محافظة جرش، منطقة دبين اللي موجود فيها محمية الأرز. شوفوا ما أجمل الأشجار، هاي الأرز يا جماعة، شوفوا الجمال، شوفوا الروعة. هاي طبعا محمية موجودة في منطقة دبين لأشجار الأرز، موجود كميات أشجار الأرز، كميات كبيرة منها جدا. اللي حاب يزورها ويصطاف المنطقة، شايفين هاي الآن طبعا مش موجود منها، بنسمع دائما الأرز بلبنان، لا هي موجود بالأردن، منطقة جرش، محافظة جرش، منطقة دبين. شوفوا ما أجمل هاي أشجار الأرز. شوفوا الإطلالة الرائعة من هون، شوفوا الروعة، شوفوا الجمال. هاي طبعا مدينة جرش تبعد تقريبا 50 كيلو، المحافظة جرش عن العاصمة عمان، وموجود منطقة دبين الموجود فيها المحمية هاي. بتمنى من الجميع انه يزورها لروعة اشجار الارز الموجودة فيها. طبعا قليل جدا من الناس، شوفوا كيف اطلالة المنطقة يا جماعة، قليل كثير من سكان الاردن انه بيعرفوا في عندنا محمية ارز موجودة. طبعا باعلى جبال منطقة دبين، جبال دبين، شوفوا الإطلالة هون. رائعة جدا، أتمنى من الجميع أنه يزور هاي المنطقة الجميلة. شوف ما أجمل أشجار الأرز. طبعا هاي المحمية موجودة بجانب محمية الغزلان. شوفوا الروعة، شوفوا الإطلالة. هاي طبعا أشجار الأرز، شوفوا الروعة، شوفوا الجمال، ما شاء الله. طبعا كثير ناس ما راح يصدق انه هاي الأشجار موجودة في محافظة جرش، محمية الأرز. هذا المنظر يا جماعة مش بمجلة أوروبية أو بتلفزيون أوروبي، هذا موجود بالأردن، لمي محمية الأرز الموجودة في منطقة، موجودة في منطقة دبين. شوفوا الروعة، شوفوا الإطلالة. هاي اللي ما شاف الأرز عن قريب، هاي شجرة الأرز من قريب. راح نتوجه لمنطقة ثانية تكون إطلالة أكثر، إطلالة أقوى. شوف ما شاء الله كيف الإطلالة وجمال وكثرة وعدد كبير طبعا يا جماعة من أشجار الأرز الموجود. طبعا هاي في ناس متنزهين المنطقة، طبعا أيام الجمعة تكون فعلا ازدحامات مش طبيعية.
شايفين هاي بجولة كاملة في محمية الأرز في محافظة جرش. طبعا يا جماعة مساحة المحمية كبيرة، شايفين عدد الأشجار اللي فيها. أحبابي بتمنى أن تكونوا استمتعتوا بالجولة اللي عملناها في محمية الأرز. طبعا غابة كبيرة جدا جميلة جدا للتنزه ومكان عائلي رائع، بتمنى من الجميع أنه يزوره. بتمنى أني بكون بسعدكم بتعريف على محافظة جرش والطبيعة المتوفرة والموجودة فيها. أحبابي أخواني، بتمنى أنه من الجميع يفكر أنه يزور منطقة دبين الموجود فيها محمية أشجار الأرز. هاي محمية طبعا طبيعية تم إنشائها من خلال الحكومة، ويوجد فيها كميات كبيرة من أشجار الأرز الكثير منا إحنا ما بعرف أصلا وعمرنا ما شفنا. فهاي إني بتمنى إني وفقت، وبتمنى من الجميع إنه استمتع. شوفوا الإطلالة هيك، هو الكاميرا بجوز صعب تجيب اللي وراي، بس إطلالة جميلة جدا في منطقة عالية ومرتفعة. أسعد الله مساءكم مرة أخرى، وإن شاء الله تستمتعوا معي.